استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح سعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لهما. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات والتدريب. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فيما شدد سعادة الدكتور مطر النيادي ومرافقوه على أهمية ما تم بحثه من موضوعات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مثمنين جهود المؤسسة الأمنية في توطيد علاقات دولة الكويت مع كافة الدول الشقيقة في منطقة الخليج العربي.